السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الخامس، عندنا محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون خاصة بإكمال حل تمارين 8-3، أو حل الجزء الثاني من تمارين 8-3 اللي هي السؤال السادس والسابع والثامن والتاسع. في المحاضرة السابقة بعد ما أخذنا أو بدينا حل تمارين 8-3 وهي التمارين الخاصة بإيجاد الاحتمال أو نسبة الاحتمال، جزأنا التمارين إلى جزئين. الجزء الأول اللي هو الدرس أو الموضوع السابق، أول 5 أسئلة، السؤال الأول، ثاني، ثالث، رابع، خامس. الآن راح نكمل حل التمارين، يعني باعتبار التمارين طويلة وأسئلتها كثيرة، فجزأناها عفوا إلى جزئين. راح نبدأ بالسؤال السادس، الجزء الثاني، السؤال السادس. صندوق يحتوي على 21 قرص مرقمة من 1 إلى 21. سحب قرصان، جد نسبة احتمال القرصان المسحوبان زوجيا، القرص الأول زوجي والقرص الثاني فردي. إذا أول شيء شوف طلابي الأعزاء، أول شيء نجد فضاء العينة أو مجتمع العينة اللي عم نسحب منه، عفوا المجتمع اللي عم نسحب منه العينة، هي عبارة عن صندوق. صندوق يحتوي، هو مو مهم الحاوي، المهم المحتوى مال الصندوق أو كيس أو شيء ما. 21 قرص مرقمة من 1 إلى 21، يعني الأقراص عندنا قرص الأول، ثاني، ثالث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، 8 9 10. ثمانية عشر، 19 و20 و21. احنا نعرف في البداية لازم نجد فضاء العينة أو عدد عناصر فضاء العينة. طبعا هي أكيد عدد عناصر فضاء العينة هو 21، لأنه يعني هو عقل الناس صندوق يحتوي على 21 قرص. فاحنا هنا نحتاج ان نجد فضاء العينه، ليش؟ لان شوف هسه المطلب الاول اشنو هو؟ نسبه احتمال. حتى نجد نسبه احتمال اي حدث لازم نجد عدد عناصر هذا الحدث، او نشوف، قلت لكم اذا تذكرون، اذا ما ممكن ايجاد عناصر الحدث بالطريقه مال عدد فضاء، عدد عناصر التجربه على عدد عناصر فضاء العينه. يعني اذا كانت عندنا تجربه متداخله راح نستخدم طريقه التوافيق اللي حلينا بها السؤال سابق من هاي التمارين. فالمهم اولا نفرض الحدث، اي نسمي الحدث اللي نريد اللي هو هو سحب قرصان زوجيان. زين، احنا الحدث سميناه سحب قرصان زوجيان، فنجي نجد عناصره هو سحب الاقراص الزوجية. فأشنو هي العناصر الزوجية؟ هي 2 4 6 8 10 12 14 16 و18 و20. ليش؟ لأن هذا الحدث هو بس سحب أقراص اللي تحمل الرقم الزوجي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زين طلاب، هسه انت تقول لي شلون نفرق بين نستخدم الطريقة العادية اللي هي عدد عناصر فضاء العينة، عدد عناصر الحدث عفوا، على عدد عناصر فضاء العينه، لو استخدم طريقه التوافيق. نجي نشوف اذا تمكنا من حل بصوره مباشره، يعني نشوف مثلا عدد عناصر فضاء العينه هنا هو اشقد 10. زين، احنا الحدث هو شنو؟ الحدث الاول او الثاني هو سحب قرصان. دائما الحدث هو سحب قرصان. زين، هذول القرصان راح نسحبهم من الاعداد الزوجيه فقط لو من ال 21 قرص؟ انت ما تقدر تقلي لا ما تقدر تحدد بس من الاعداد الزوجيه، ولا تقدر تحددها من 21 قرص، لان هي الاعداد، عفوا الاقراص كلها مختلطه مع بعض، يعني ما معزوله الاعداد، الاقراص اللي تحمل الاعداد الزوجيه حتى تقول 2 من 10، لا، ولا تقدر تقول 2 من 21. ليش؟ لان احتمال وحده من هذه اللي تسحبها راح تكون من الفردي. لذلك شوف شلون نميز انه راح نستخدم هنا طريقه التوافق. فالبي اوف اي اللي هو الحدث اي راح يكون اي هو خط كسر توافيق على توافيق، بما انه القرصين المسحوبين هما زوجيان، اذا راح يكون توافيق 10، لان الاعداد عفوا الاقراص تحتمل عدد زوجي، تحمل عدد زوجي هي 10، ماخوذ منه 2. هو احنا تذكرون بالتوافيق، توافيق الفضاء العينه ماخوذ منه عدد السحب، فهنا مسحوب من الاعداد الزوجيه 2. زين، على الكلي احنا ما نقول الجزء، على الكل الجزء هو الاعداد الاقراص الزوجيه اللي عم نسحب من 2، على الكل اللي هو 21 قرص اللي عم نسحب منهم 2،
فبهالطريقه راح نميز انه نسحب من الزوجين 21 ذكري، هذول الاثنين مسحوبين. التوافق اذا تتذكرون هي عباره عن خط كسر، طبعا هذا خط الكسر الرئيسي، بس التوافق هي خط كسر. العدد العلوي نجزئه مرتين، لان يعني توافق 10 ماخذ من 2، ف10 نفككه مرتين على مفكوك الجوة اللي هو 2. نفس الحاله 21 يعني ماخذ من 2 ونفككه مرتين، 21 في 20 على مفكوك ال 2. زين طلع منتبه، تريدون هنا تختصرون هاي بها 5، وهنا تقوم تختصرون هاي بها 10، يعني ال 10 على 2 بها 5، وال 20 على 2 بها 10. فنكمل اختصار، صار هذا بالبسط وهذا بالمقام، على 5 بها 1، على 5 بها 2، تمام؟ يعني باعتبار المقام هذا ال 2 في 1 صار 1، فما اكو مقام. نفس الحالة هنا فصل 5 في 9 على 21، راح اكمل او اختصر بالخطوة الجاية حتى لا تغلطون. فبقينا بالبسط 5 في 9، المقام مالته راح لان باعتبار 1 على 20، 21 في 10، لان ال 20 اختصرناها على 2 بقت 10، والمقام ايضا صار 1. هنا هم اختصر على 10 عفوا على 5 بيها 1، وهنا على 5 بيها 2، فيبقى لنا بالبسط 9 في 1، 9 على 2 في 21 راح تكون 42، هي نسبة احتمال سحب أقراص تحمل عدد زوجي، القرصان عفوا السحب، القرصان يحملان عدد زوجي من أقراص زوجي عددهم 9، بس المجموع الكلي راح يكون 21. المطلب الثاني عفوا أو الفرع الثاني بالسؤال، نفرض اللي هو 2 الأول، القرصان الأول زوجي والثاني فردي، إذا نفرض نسمي الحدث مالتنا، الحدث ب هو سحب قرص زوجي وآخر فردي، فنجي نجد نسبة الاحتمال. بس تبغى يا طلاب أكيد إحنا بنسحب عفوا من عدد الأقراص، بس تبغى يمي الأقراص الزوجية هنا أشخد سحبناهم أو أشخد عددهم كان 10 حسبناهم، راح يكون 10، فأكيد من الأقراص الفردية راح يكون أشخد عددهم 21. أما إذا تريد يعني هم الأقراص كلهم عددهم 21، 10 الزوجية فأشخد بقي 11، أو إذا تريد تجي تحسب الفردية راح يطلع 11، فالأقراص الفردية راح يساوي عددهم عفوا 11 وليس 21. ليش؟ لأن الأقراص الفردية هم 10، فمن 21 الأقراص الكلية شلنا 10 راح يبقى 11. أو تجي تحسب الأقراص اللي تحمل عدد فردي راح يطلع عددهم 11، اللي هم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، فلهذا عددهم 11. شوفوا هنا طلاب، نفس الحال هنا ما نقدر نجد باستخدام عدد عناصر فضاء العينة على عدد عناصر عفوا عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينة، ليش؟ لأن يعني الحدث هو أقراص فردية، احنا عم نسحب هنا هالمرة شنو؟ واحد فردي وواحد زوجي، فشلون تعمل يعني شلون راح تحسب عدد عناصر الحدث؟ ما ممكن. فاول ترى راح تستخدم طريقه التوافق. هنا التوافق شوف بس، الاول زوجي والثاني فردي، الوا شنو يعني؟ بيناتهم ضرب، الوا ضرب الاو جمع. اذا تتذكرون موضوع التوافق ممكن نحن في يوم نقول لكم حدثين بيناتهم وا او بالتوافق ايجاد نسبتين او ايجاد كميتين او طريقتين او عدد طرق عاد من بيناتهم واي يعني ضرب. فالمهم الاول زوجي فراح يكون الاول واحد، توافق الواحد الاقراص الزوجيه اشخد هنا 10، فالاول راح نسحبه من العشره من الزوجي ويعني ضرب. الثاني القرص الثاني اللي هو صار مجموع من قرصين، شوف يعني من الفردي من 11 راح نسحبه. فانتبهوا طلاب على من الكلي اشخاص راح نسحب احنا هنا 2 من 21 عفوا 21. شلون اعيدها هنا؟ انتبهوا يعني احنا هنا مو قرصين، الاول زوجي زوجي والثاني فردي، يعني زوجي بفردي عندنا صح؟ او فردي بزوجي.
فالاول القرص الاول راح تسحبه من الزوج لو الفردي اللي هو زوج القرص الاول اكيد من الاعداد الزوجيه او من الاقراص الزوجيه ويعني ضرب، الثاني فردي فراح تسحبه من الاقراص الفرديه حتى يصير شوفينا مجموع من اثنين، زين الاثنين اللي عم تسحبهم من مجموع اشقل من كل فضائل عينه 21، فنجي نستخدم التوافق، نخلي خط كسر، بالتوافيق من عندنا 10 ماخذ منه واحد العدد ينزل نفسه. على ليش؟ لان ال 10 مفك كمان واحده ما يحتاج تفكيك، انا مفكوك الواحد هو واحد، نفس الحاله ال 11 تنزل نفسه، على 21 تفككها مرتين، يوم ماخذ منه 2 في 20 على 2 في 1. على 2 تختصرها هنا بها 10. زين، على 10 بها 1، على 10 بها 1. فراح يكون اشقل هنا 1 في 11 11 على 21 هو نسبة احتمال او نسبة او عفوا احتمال سحب قرص قرصان احداهما فردي والاخر زوجي، او الاول فردي او زوجي والثاني فردي. هذه هي نسبة الاحتمال. هنا ليش استخدمنا التوافق؟ قلنا لان ما ممكن مباشرة نجد عدد عناصر فضاء العينة، لان ليش؟ هذيك الطريقة نستخدمها. عدد عناصر التجربة على عدد عناصر فضاء العينة اذا العناصر اللي عم تسحبها من العدد الكلي، بس هنا شوف العناصر عم نسحبها اللي هي قرصين عم نسحبها من 10 مو من العدد الكلي، اللي هي جزء من العدد الكلي، فلهذا نستخدم بالبسط راح يكون هي مثل على اعتبارها هذه الطريقة هي ايجاد عدد عناصر فضاء العينة وهذه اللي هي من العدد الكلي. السؤال السابع طلاب العزام التمرين 8/3 صفحة 195 هو لدينا 50 بطاقة مرقمة من 1 إلى 50، عندنا بطائق مرقمة من 1 إلى 50، هذا راح يكون هو فضاء العينة اللي هي البطائق المرقمة من 1 إلى 50، يعني عدد عناصر فضاء العينة أول شيء هنا الأس راح تكون البطائق اللي هي مرقم 1 2 3 4 وهكذا إلى 50. زين طلاب الدبو جد احتمال العدد على البطاقة المسحوبة اشنو؟ احنا زين هنا عندنا بطاقة مسحوبة بطاقة واحدة. طبعا عدد عناصر فضاء العينة هو راح يكون 50. ليش؟ لأن الواحد 1 2 3 4 5 إلى 10 هو 10 وفين الخمسة راح تكون 50. فالمهم فضاء العينة هو العناصر من 1 إلى 50، عدد عناصر هو أكيد 50 يعني ما يحتاج حتى إذا تريدون تكتبوها. المهم الحل راح يكون كالآتي، بس نكمل السؤال، جد احتمال العدد على البطاقة مسحوبة، فعندنا البطاقة السحب هي بطاقة واحدة، فانتبهوا السحب هي بطاقة واحدة، شوفوا يقبل القسمة على 5، المطلب الثاني يقبل القسمة على 7، المطلب الآخر يقبل القسمة على 5 و7، طلاب انتبهوا هنا الفكرة شنو؟ يقبل القسمة على 5 يعني اشنو؟ يعني مثلا مو تقول فردي أو زوجي راح تتجزأ نفس السؤال السابق، لا، هنا نطلع يعني أول شيء نفرض أي هو الحدث الذي يقبل القسمة على 5، مثل ما قلنا نفرض نفرض الحدث أي هو سحب بطاقة تحمل عدد يقبل القسمة على 5. زين طلاب الحدث الأول شنو هي؟ البطاقة المسحوبة احتمال عدد على البطاقة المسحوبة يقبل القسمة على 5، هاي أول مطلب. فنفرض الحدث أي هو سحب بطاقة من البطائق اللي هي من 1 إلى 50، بطائق 50 بطاقة من رقم من 1 إلى 50، بس اشنو؟ هذا هاي البطاقة لازم عليها تحمل العدد اللي عليها أو العدد المكتوب عليها أو تحمل عدد يقبل القسمة على 5، فهو هذا الحدث يعني نكتب عدد عناصر أو عناصر ونكتب أشنو هي البطائق اللي تقبل القسمة أو الأرقام تقبل القسمة من 1 تقبل القسمة على 5، بس أشني لازم نتحدد بعدد معين من 1 إلى 50 مو كيفنا نعبر. ليش؟ لأن البطائق عندنا بطائق تحمل الأرقام من 1 إلى 50، فأول شيء تقبل القسمة على 5 هي 5 و10 أيضا و15، اكيد ما راح تاخذ الاربعة لما تقبل القسمة على 5، ولا راح تاخذ الثمانية او ال 11 او ال 13 ال 15 وال 20 و 25 و 30 و 35 و 40 و 45
أكيد آخر شيء راح يكون 50، يعني أشوف أن هي عفوا مضاعفات العدد 5. عدد عناصره طبعا أشنو N of A هو أشنو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 طلاب. فانتبهوا هنا، نستخدم طريقة التوافيق لو الطريقة مالتنا اللي أخذناها مال إيجاد نسبة احتمال اللي هي عدد عناصر فضاء العينة على عفوا عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينة. هنا الحدث هو العنصر اللي عم نسحبه هو جزء من فضاء العينة؟ إيه. ليش؟ لأن العنصر اللي عم نسحبه هي بطاقة تحت بطاقة من وحدة من هاي البطائق من 1 لل50، فاحتمال ايش نسحب بطاقة رقم 5 أو البطاقة رقم 10 أو 15 أو 20، فمو تكون مجموعة جزئية من الكل، فراح تكون بي اوف أي نسبة احتمال أي راح تكون 10، يعني هي هذه الاحتمالات اللي تحمل بطائق من 50. راح نختصر طبعا 10 على 50 راح تكون 1 على 5 هي نسبة احتمال البطاقة المسحوبة تحمل عدد يقبل القسمة على 5. نكمل المطلب الآخر. 2 نفرض الحدث ب نفس الطريقة، نفرض الحدث ب ونجد عدد عناصره، هو حدث أو هو ساحب عفوا بطاقة تحمل عدد، بس هنا يقبل القسمة على شنو؟ على 7 طبعا بدون باقي. زين اشنو هي الاعداد اللي تقبل القسمة على 7 بالاعداد من 1 لل50؟ نجي نحسبها، يعني عناصر بي او الحدث بي راح تكون 1 ولا 2 ولا 3 اكيد ل 7 و14 و21 28 35 42 و7 راح تكون 49، صح طلاب؟ ناخذ مضاعفات اللي هي مضاعفات العدد 7. عدد عناصر هنا اشقد 1 2 3 4 5 6 7 ان اوف بي 7. نفس الحالة هنا ما يحتاج توافق، لان العناصر الاحتمالات المسحوبة هي من الكل، او البطاقة اللي نسحبها من العناصر ال 50 وحدة من فضاء العينة. ف بي اوف بي عدد عفوا نسبة احتمال بي هي ان اوف بي على ان اوف اس. نفس الحالة هنا ان اوف اي هي 10 على ان اوف اس اللي هي 50، بينما هنا بالثاني ان اوف بي اللي هي عدد عناصر بي اللي هي 7 على 50. هاي نسبة احتمال الحدث بي اللي هي سحب بطاقة تقبل قسمة على 7. المطلب الثالث اللي هو نسحب بطاقة، هي طبعا بطاقة واحدة مسحوبة، بس ايش اللي تحمل عدد يقبل القسمة على 7 عفوا القسمة على 5 أو يقبل القسمة أو يقبل القسمة على 7. زين هنا نشوف حدثين بيناتهم أو إذا تذكرون من أقلكم نجد نسبة احتمال، ممكن تجد نسبة احتمال حدث واحد، إذا صار عندنا نسبة احتمال حدثين بيناتهم أو و، إذا كان و يعني تقاطع، إذا كان أو يعني اتحاد. زين هنا الحدث اللي هو يقبل قسمة على أي ما يحتاج مرتبخ تجد نسبة احتماله، لأن هو كان الحدث الأول اللي هو أي، أو يعني أشنو أو؟ يعني اتحاد. الحدث الثاني يقبل قسمة على 7 أيضا ما يحتاج تجد نسبة احتماله. ليش؟ إحنا ليش نجد نسبة احتمال الحدث الأول والثاني اللي بيناتهم أو؟ ما دام بيناتهم أو يعني اتحاد، يعني بي أوف أي اتحاد بي أوف بي، حسب القانون نحتاج نجد بي أوف أي ونجد بي اوف بي ونجد بي اوف اي تقاطع بي. المهم من يكون عندنا حدثين بيناتهم او لازم كل واحد تجد نسبه احتماله. زين الحدث اي هو بالمطلب الاول فما يحتاج نسبه احتماله، في ما قلت لكم الحدث بي او الحدث الثاني هو المطلب الثاني اللي يقبل قسمه على 7 المطلب الثاني اللي هو فرضناه بي، فما يحتاج ايضا نجد نسبه احتماله. فالبي اوف اي هنا ايش قد طلعناها من الحدث الاول؟ 1 على 5. وال بي اوف بي ايش قد طلعناها؟ 7 على 50. هنا ايضا اذا تريدون ما تختصرون حتى ما يحتاج نوحد مقامات. المهم بي اوف اي تقاطع بي عفوا اتحاد بي، حتى نجدها لازم نجد بي اوف اي
تقاطع B. فنجد أولا حدث A تقاطع B. أشنو هو الحدث A تقاطع B؟ هذا الحدث A وهذا الحدث B، تقاطع عن العناصر المشتركة. 5 موجودة؟ لا. 10 موجودة؟ لا. 15 موجودة؟ أيضا ما موجودة. 20 أيضا ما عندنا موجودة. 25 أيضا ما موجودة عندنا بالحدث. 30 همين ما موجودة. 35 موجودة هناك إذا راح تعتبر مشتركة الخمسة وثلاثين. 40 ما موجودة. 45 أيضا ما موجودة. 50 أيضا ما موجودة لا هنا ولا هناك. إذا أي تقاطع بي هي أشنو؟ هي فقط الخمسة وثلاثين. فنسبة احتمال بي أوف أي تقاطع بي، نسبة احتمال أي حدث، إحنا هذا على اعتباره كلته حدث، عدد عناصره واحد، من أشقد من 50 راح تكون. راح تكون 1/50. ليش؟ أو ليش طلب عفوا ليش وجدنا P of A تقاطع B؟ لأن P of A اتحاد B ما دام أو يعني اتحاد، بالاتحاد راح نحتاج نسبة الحدث A ونسبة حدث B ونسبة حدث A تقاطع B. فنجد أول شيء A تقاطع B، وجدنا تقاطع من اللي هو عنصر واحد 35 فقط. فنسبة احتماله هي عدد عناصر الحدث A تقاطع B على عدد عناصر فضاء العينة. A تقاطع B عدد عناصره هو واحد فقط على عدد عناصر فضاء العينة اللي هي 50. في P of A اتحاد B راح تكون، إذا تذكروا قانون مال الاتحاد، هي P of الحدث الأول، نسبة الحدث الأول P of A زائد نسبة الحدث الثاني اللي هو P of B زائد عفوا ناقص P of A تقاطع B، يعني نسبة الحدث الأول زائد نسبة الحدث الثاني ناقص نسبة الحدث المشترك بين A و B. فالحدث الأول هو كان واحد على نرجعه 10 على 50. ليش؟ حتى ما يحتاج توحيد مقام مثل ما اتفقنا، حتى بدون توحيد مقامات رأسا موحد المقام، زائد الحدث B اللي هو 7 على 50 ناقص الحدث A تقاطع B اللي هو 1 على 50. فهنا مثل ما قلت لكم مقامات موحدة، فرأسا نجمع نطرح 10 و 7 17 ناقص 1 راح تكون 16 على 50. تريد تختصر ممكن اختصار بها على 2 أو أي عفوا على 2 بها 8 وعلى 2 ال 50 بها 25. فهذه هي نسبة احتمال الحدث عفوا ساحب بطاقة تحمل عدد يقبل القسمة على 5 أو 7. بالنسبة للسؤال الثامن الطلاب، شوف هذا السؤال، يراد اختيار لجنة طلابية مكونة من 3 طلاب من بين 12 طالب و 4 طالبات. انتبهوا يعني ما احتمال ان تكون كل من ما احتمال كل من ما يتعفن ان تكون اللجنة جميعها طلاب. المطلب الثاني ان تكون ان يكون في اللجنة طالب واحد. نجي على المطلب الاول. طبعا قبل ما نبدي نحل نجد عدد عناصر فضاء العينة n of s. ال s هو نفرض فضاء العينة، عدد عناصر اشقل فضاء العينة اللي هي اللي عم نسحب منه المجتمع اللي عم نسحب منه العينة. هنا المجتمع شوف عقول اختيار لجنة مكونة من 3 طلاب من بين، يعني من أشهر أشنو هو هذا المجتمع؟ هذا هو مجتمع اللي يعني نسحب منه العينة. أشنو هو المجتمع؟ 12 طالب و 4 طالبات، يعني 12 زائد 4 راح يكون 16. هذا هو عدد عناصر فضاء العينة اللي هو نوفس. نجي على الحل مالتنا. الحل أولا أن تكون اللجنة جميعها طلاب. شوفوا الطلاب، إذا تذكرون قلت لكم أنه نستخدم طريقة عد إذا تمكننا من العد بصورة مباشرة، أو نستخدم طريقة التوافق إذا ما تمكننا. هناك مثلا بالسؤال السابق كان عدد عفوا القرص المسحوب هو أو اللي يحمل عدد مثلا يقبل قسمة على 5 إذا تذكرون، فأخذنا احتمالاته هي 10 من 50. بينما هنا ما ممكن أن تكون اللجنة جميعها طلاب، يعني بس ذكور. هنا 12 طالب ذكور، يعني فتاخذ 4 من 12 لو 4 من 16 لو اشون لو 4 من 4 طالبات، اكيد ما ممكن 4 من 4 طالبات. وما تطيق ايضا تاخذ 4 من ال 12 طالب، لان اللجنه كلها اللي عم تختار منها هي 16، هي طلاب وطالبات. فراح نستخدم بما انه هنا راح بما انه لا يمكن العد، نستخدم طريقه التوافق اللي هي P of، نفرض طبعا الحدث الأول قبل كل شيء، نفرض أي حدث الحدث أي
لجنة مكونة أو جميعها طلاب، فأنتم طلاب، فبي أوف أي طريقة التوافق هي توافق بالبسط وبالمقام. إذا ما كان عندنا تجزئة مثل هنا راح نستخدم توافقين بالبسط، بس هنا اللجنة جميعها طلاب، فالأربع طلاب إحنا إيش خلنا نسحب؟ عفوا ثلاث طلاب من أشنو؟ من جميع الطلاب اللي هو 12. هذا توافق الجزء على توافق، نفس الشيء ممكن نقول جزء على الكل، طريقة العد هنا راح تكون أيضا جزء على الكل، بس توافق الجزء اللي هو ثلاثة من الجزء اللي هو الطلاب فقط على توافق الكل اللي هو راح نسحب ثلاثة من 16، فراح يكون كالآتي. التوافق مثل ما نعرف هو كسر ال 12 راح نجزئ هنا ثلاث مرات، فصل 12 في 11 في 10 على 3 في 2 في 1، يعني نفكك ال 12 ثلاث مرات على مفكوك ال 3 في 16، ايضا نفكك ثلاث مرات 13 في 15 في 14 على 3 في 2 في 1. 3 في 2 او نجي نشوف قبل ما نختصر كلها، على 3 بها 1 ال 15 على 3 بها 5 على 2 بها 1 14 على 16 نفس الشيء، 16 على 2 بها 8. نفس الحالة هنا نختصر، على 3 بها 1 12 بها 4 على 2 بها 1 10 بها 5، ف 4 في 5 راح تكون 20، 20 في 11 الصفر تنزل 2 في 11 220 أو 22. على المقام بقي لنا أيضا 8 في 5 8 في 5 راح تكون 40، 40 في 14 الصفر تنزل 4 في 4 16 6 بدل 1 4 في 1 4 1 راح تكون 560. هذه هي نسبة احتمال أي نسبة احتمال أن تكون اللجنة جميعها طلاب. المطلب الآخر طلاب، همين ما يمكن العد بطريقة مباشرة، فراح نستخدم طريقة التوافيق، يعني هذا الحل مع النقطة الثانية. ليش ما يمكن على الطريقة المباشرة؟ لأن لجنة مكونة من طالب، أن يكون في اللجنة عفوا طالب واحد، زين من ثلاثة، اللجنة من ثلاث طلاب، ثلاث طلاب، يعني راح يكون واحد أو طالب واحد، فبالباقي راح يكون طالبتان، يعني هما المجتمع او مجتمع الفضاء العينه اللي يعني نسحب منه هو طلاب وطالبات. اذا طالب واحد اذا باقي اللجنه اللي هي ثلاثه، عفوا اللي هي اثنين من اصل ثلاثه راح يكون طالبتين، فايش راح يكون توافيق؟ في توافيق طالب واحد والوا يعني ضرب اذا تذكرون، زين. فنفس الحاله بما اننا يمكن نعد بطريقه مباشره راح يكون العد باستخدام التوافيق. نفرض هذا الحدث اللي هو بي، فنسبة احتمال راح تكون توافق الجزء على توافق الكل، بس توافق الجزء بالبسط راح يكون من توافقين. ليش طلاب؟ لأن اللجنة مجزأة، أو طريقة الاختيار أو اللجنة عفوا نريد طالب واحد والباقي اللي هو اثنين طالبتين، فراح تكون طالب الواحد هو توافق على الطلاب وليس الطالبات 12 طالب، فتوافق ال 12 يعني من 12 طالب راح نختار واحد، ومن أربع طالبات راح نختار اثنين. طبعا الثلاثة بعد توافيق الكل يعني 16 راح ناخذ منه ثلاثة، فنجي نحل توافيق الأربعة يعني نجزي الأربعة مرتين، أربعة في ثلاثة على اثنين في واحد في 12، قلت لكم أو التوافيق من يكون مأخوذ منه واحد هو العدد ينزل نفسه، على 16 في 15 ال 16 جزء ثلاث مرات في 14 على 3 في 2 في 1. زين نختصر إذا أمكن، على 3 بها 1 ال 15 بها 5 نفس طريقة الاختصار مع الخطوات القبلة باسم المقام، وال 2 بها 1 وال 16 على 2 بها 8، نكمل هنا على 2 بها 1 على 2 بها 2، نجي 2 في 3 أو تنزل 2 في 3 في 12 هاي بالبسط، المقام 8 في 5 في 14، يعني أيضا بعد عندنا اختصار طلاب. نكمل اختصار، على 2 بها
أربعة، وعلى اثنين بيها واحد، زين على أربعة بيها واحد، 12 على أربعة بيها ثلاثة. بعد ماكو اختصار يبقى لنا 3 في 3 راح تكون 9، على 5 في 14، 5 في 24 صفر، وباليد 2 5 في 14، نجي 5 في 24 صفر باليد 2، 5 في 1 5 و2 7 اللي هي 9 على 70 نسبة احتمال سحب او اختيار لجنة من 3 اشخاص على ان يكون في اللجنة طالب واحد والباقي أو الاختيارين الآخرين هو يكون طالبتين. بالنسبة للسؤال التاسع طلاب، هو راح أترك واجب عليكم لأنه تماما نفس شرحنا هذا موضوع نسبة الاحتمال، حليت مثال نفسه تماما بس أنه مجموع الأرقام يختلف. هنا السؤال التاسع هو رميت حجرين أرض متمايزين مرة واحدة أو متمايزان مرة واحدة، ما احتمال أن يكون مجموع العددين الظاهرين 9 أو يساوي أو مجموع العددين الظاهرين 11؟ ف ما دام جد نسبة احتمال حدثين وبيناتهم أو، إذا أشنو؟ بي الحدث الأول اتحاد يعني لأن أو الحدث الثاني، فنجد الحدث الأول اللي هو يفرض الحدث الأول المجموع العددين على الوجهين الظاهرين هو 9، فاول شيء نجد فضاء العينه بما انه حجرين نرد، يعني راح تكون 1 1 1 2 1 3 الى 1 6 و2 1 2 2 الى 2 6 الى 6 1 6 2 6 3 الى 6 6 اللي هي طريقه ايجاد فضاء عينه او عناصر فضاء عينه من رمي حجرين نرد. بعدين تختار من هاي العناصر من هاي الازواج المرتبه، اول شيء الحدث الاول لازم تختار العناصر اللي مجموعهم يساوي 9 وتجد نسبة احتمالهم، بعدين تختار العناصر اللي مجموعهم يساوي 11 وتجد نسبة احتمالهم، بعدين تعمل الحدث الأول اللي هو تفرضه أي اللي هو مجموع العددين 9 والحدث الثاني اللي هو بين مجموع العددين 11، تعمل تقاطعهم حتى تجد نسبة احتمال أي تقاطع به، فتطلع عندك نسب الاحتمال اللي هو نفس تماما نفس حل مثال ثلاثة بالسؤال، عفوا مثال ثلاثة بالكتاب أو مثال أربعة، بس الفكرة أنه هنا المجموع يختلف، حليتها أمثلة نفسه تماما عفوا، وهسه شرحت فكرته، يعني تفرض حدث الأول اللي هو مجموع العددين يساوي 9 تجد نسبته اللي هو تجد عدده وتجد نسبة احتماله، وكذلك الحدث بي تجد نسبته نسبة احتماله، بعدين أي تقاطع بي تجد نسبة احتماله، فراح تكون بي أوف أي اتحاد بي هي بي أوف أي زائد بي أوف بي ناقص بي أوف أي تقاطع بي. فتنتهي تمارين 8-3 أو بالعموم انتهى الفصل الثامن اللي هو خاص بالطرق الإحصائية اللي هي مبدأ العدد أخذناها وتوافق تبادين والحدث وفضاء العينة والاحتمال ونسبة الاحتمال. نلتقيكم على خير في الدرس القادم إن شاء الله.